السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إن شاء الله يا جماعة إحنا بنبتدي سلسلة حلقات Ask Me، وهي بتبقى عبارة عن حلقات أنتم حضراتكم بتبعتم أسئلة في الكومنتس، والأسئلة دي بنشوف مثلا نجمع مثلا كام سؤال وبنعمل بيهم فيديو مع الشرح، يعني بدل ما نرد بدل ما نرد على كل سؤال كتابة كده يعني. فالفكرة دي لو عجبتكم تدعمونا بقى في الكومنتات بالفكرة كويسة او لا او كده. نقول بسم الله توكلنا على الله. في عندي هنا طبعا مجموعة الأسئلة اللي جات لي من الأستاذة سارة علي، سارة علاء، I'm sorry. بنبتدي مع بعض كده نقول Lord of the Flies، سؤال اختياري. Lord of the Flies is a story، ده اسم قصة، هي قصة وفي فراغ. A group of school boys are shipwrecked، اللي فيها يعني ان مجموعة من تلاميذ المدرسة يعني تحطمت سفينتهم on an island. الاختيارات اللي عندي بيقول لي in that ولا on which ولا in whom ولا in which. هنا واضح اللي هو حروف الجر وعلاقتها بيه اللي هي ضمائر الوصل. احنا هنا بنتكلم طبعا يا جماعة على ايه؟ على story، قصة، يبقى غير عاقل. تمام، يبقى احنا كلامنا هيبقى تعال نشوف كده مع بعض، هل ينفع نقول in that؟ لا طبعا، that هي ممكن تيجي مع غير العقل بس لا يسبقها حرف جر. طب which؟ which مناسبة بس ننفع نجيب معاها on مع القصة؟ لا، احنا بنقول اللي في القصة، in the story. يبقى هنا طبعا هنختار in which، يبقى الإجابة المناسبة بتاعتي in which، in which. السؤال الثاني when I فراغ into the office، لما انا عايز اقول لما انا دخلت المكتب the secretary was talking on the phone with a customer، السكرتيرة او السكرتير كان بيتحدث في التليفون مع عميل او مع زبون. هنا طبعا الفعل اللي هو الفعل الماضي المفاجئ اللي هو walked لما انا دخلت المكتب. نقول ايه الخلفية اللي كانت شغالة وانا لما دخلت المكتب؟ الخلفية ان ايه؟ كان السكرتير بيتكلم في التليفون. يبقى هنا ماضي بسيط على ماضي مستمر، لما دخلت المكتب يبقى I walked into the office. Her experience، خبرتها، makes her يعني مخلياها more for the job. انا محتاج هنا طبعا محتاج adjective. طبعا انا حطيت السؤال زي ما هو اتبعت لي بالظبط يعني، ففي اختيارات suit، لا دي verb، suitable مناسب، suitable كويسة جدا، لان suitability اللي هو النون اللي هي مناسبتها او جاهزيتها للوظيفة يعني، انما هنا تجعلها او مخلياها more suitable، يبقى الاجابة suitable for the job. شوف برضو كده مجموعة تانية. We can go home by bus، احنا ما نقدرش نروح البيت بالباص. التفسير بتاع المتحدث بيقول the last bus، اخر اتوبيس، وفي هنا فراغ. فرد المتحدث التاني عليه بيقول له اوكي ماشي. يبقى هنا احنا بنتكلم دلوقتي في الوضع الحالي مضارع، we can go home، ما نقدرش نروح بالباص لان اخر اتوبيس كان كان طلع. طيب هنا بقى نقول just left، اجيب ماضي بسيط، لا ده هو الحدث حصل يعني نقول لسه حصل توا، اتوبيس لسه طالع حالا. نقول just leaves مضارع بسيط ولا had just left؟ لا احنا بنتكلم في المضارع، يبقى has just left يعني لسه طالع حالا. فيعني الحدث
منذ فترة بسيطة جدا. يبقى الإجابة has just left. نشوف السؤال اللي بعده. The manager فراغ told، شكلها كده تصريف ثالث من الفعل tell، about the problem، بخصوص المشكلة. It was، بخلي بال برضو من الكلام في الماضي، it was careless for them، يعني إهمال منهم، not to tell him، معنى كده إن هم ما أخبروش المدير. الكلام في الماضي واضح من بقية الجملة، ما أخبروش المدير بالمشكلة. يبقى هنا the manager نقول should be، لا دي مضارع، ولا should have been، دي مناسبة جدا. should have والتصريف الثالث وجاية هنا طبعا مبنية للمجهول، يبقى should have been told، يعني كان ينبغي أن يخبر، يبقى should have been told، كان ينبغي أن يخبر بالمشكلة. We all admire the girl. كان في استفسار هنا برضو عايزة توضيح أكتر. بيقول لي إحنا كلنا معجبين بالفتاة، وفي هنا فراغ، elegant clothes اللي هي ملابس أنيقة. واضح من الجملة هنا إن أنا عايز اللي هي إيه؟ هو الاختيارات كلها ترتدي، يبقى أنا عايز أقول إيه؟ who wears التي ترتدي، أو who is wearing التي اللي هي اللي لابسة، يعني ملابس أنيقة. فهنا يعني هي متعلقة بإيه؟ متعلقة بضمير was اللي هو إيه، اتفقنا يا جماعة؟ who wears مثلا. يعني في الحالة ديت لما بحذف verb، لما بحذف ضمير الوصل، مظبوط كده، وهو بيدل على الفاعل، يبقى بحذف ضمير الوصل واحط الفعل فيه ing ويترجم على وزن كلمة الفاعل. يبقى انا هنا ادور على الصيغة دي الاول، اشوف هو وراها فعل مصرف مش موجودة. طيب ذات ويرنج على طول؟ لا، كان المفروض يتحط مثلا فيرب تو بي معاها او حاجه. طيب يبقى انا هنا هروح جاي، بص كده نختار ايه، يبقى ويرنج، ويرنج المرتديه، ويرنج اللي هي ايه، اللي هي بتساوي هو ويرز او هو از ويرنج، يبقى الاجابه هنا ويرنج. تمام. مجموعه تانية. سوري I the bus. في حد بيتكلم بيقول آسف، اللي عايز يقول في الاختيارات كده واضح من الاختيارات، الأتوبيس فاتني، I'm going to be late، أنا هتأخر. يبقى هنا إيه؟ إحنا هنا بنتكلم في المضارع، حتى التبرير بتاعه بيقول أنا هتأخر بعد كده، يبقى بيتكلم على الوضع الحالي، يبقى إحنا هنا أنسب زمن هو المضارع التام، يبقى I have missed. I have missed. أنا الأتوبيس فاتني فأنا هتأخر. شوف المجموعة أو السؤال اللي بعد كده. حد بيسأل حد، يبدو مثلا إن ممكن الأم بتسأل بتقول What's wrong؟ What's wrong؟ في إيه؟ فالتاني بيرد، يبدو إن هي البنت أو الابن، يعني بيقول I a glass. A glass. كوباية. يبقى هنا بدم انا بسأل اهوت، يبقى ايه اللي حصل، ايه اللي حصل، يبقى فعل حصل توا او لسه حديث، يبقى برضو هيبقى مضارع تام، يبقى ممكن نقول ايه رأيكم، have broken، I have broken، have broken. في برضو كانت اسئلة بس يعني مبعوثة من حد تاني يعني، فقلت ان انا ازودها معاكم. بيقول لي ايه، يبدو هي بتكلمني عن السببية، تعال نشوف كده مع بعض. بيقول لي my father me tidy my room. tidy هنا اللي هي ينظف او يرتب الاوضة بتاعتي this morning. تمام قوي. هنا اللي هي لما يكون سببية مبني للمعلوم، يعني حد خلى حد يعمل حاجة، فهنا في عندي ممكن نعملها بحاجتين، يا إما verb to get يا إما verb to have. بس إيه بقى، بس لما نجيب verb to have وبعد كده طبعا هنختاره في الزمن المناسب، لما يكون في verb to have يبقى الفعل هنا هوت، يبقى في المصدر بدون to،
لو احنا جبنا فيرب تو جيت يبقى الفعل هنا هنقول تو زائد الايه زائد المصدر، فهنا تايدي يبقى اروح جاي بقى، يبقى انا هتجه لايه لفيرب تو هاف. طب اجيب هات ولا هاز؟ واضح ان الكلام في الماضي عشان بيقول لي this morning يبقى had me tidy، لو كانت got يبقى got me to tidy. السؤال اللي بعده we didn't repair the table ourselves، احنا ما صلحناش الترابيزه. على فكره هي دي مش عارف بقى مفرد ولا جمع، هنشوف في الاختيارات. احنا ما صلحناش الترابيزات بنفسنا، وي يبقى في حد عملها، يبقى احنا جبنا حد عملها او حصلنا عليها معموله، يبقى سببيه في المبني للمجهول، يبقى وي هاد ذم ريبيرد ولا هاد ات ريبيرد، احنا هنلتزم طبعا باللي مكتوب فوق تيبلز يبقى جمع يعني، ولا هاد ريبيرد ذم. هاد ريبيرد ذم يبقى احنا اللي صلحناهم، ده هو بيقول لي احنا ما صلحناهمش، يبقى احنا حصلنا عليهم معمولين، يبقى ولا هاف طبعا في الماضي، يبقى وي هاد الاجابه هاد ذم ريبيرد، هاد ذم ريبيرد يعني وي جوت ا كاربنتر تو ريبير ذم، يبقى الاجابه هاد ذم ريبيرد، احنا حصلنا عليهم متصلحين. طيب during the lockdown اثناء الحظر بتاع كورونا بقى والحاجات ديت، السؤال ده خلوا بالكم هو سؤال بسيط بس في تركية كده صغيره. I learned انا تعلمت، انا تعلمت وهنا في فراغ myself بنفسي، انا تعلمت بنفسي ان اعمل حاجه بنفسي. الاختيارات كلها بتقول ان ايه احلق، احلق شعري، يبقى I learned to have my hair cut، ده هو بيقول انا اتعلمت، اتعلمت يبقى انا، يبقى انا اللي يبقى انا اللي بعمل بنفسي، ولا to get my hair cut، الاثنين دول زي بعض سببيه، ولا to cut my hair، دي واضحه، ولا to cutting، لا احنا هنتجه لدي، يبقى دي ايه؟ دي ما هيش سببيه، اثناء الحظر اتعلمت ان انا اعمل بنفسي، مش ان اسبب، مش هروح لحد يحلق لي، لا، يبقى to cut my hair، to cut my hair. آخر سؤال معايا النهاردة، my father got a carpenter، هنا بقى سببية، سببية مبني المعلوم، بابا جاب نجار، يبقى هنا نقول إيه؟ يبقى بتيجي معاها to، يبقى to fix the broken door، to fix the broken door. في النهاية أشكركم على حسن استماعكم، و الفكرة دي لو عجبتكم يا جماعة نشوف في الكومنتس ممكن ان احنا نكررها، يعني نجمع مجموعة اسئلة، واعتقد ان الفكرة دي تفيدكم جدا بالاضافة للفيديوهات اللي انا بحطها انا حسب ما يتراءى لي. تحياتي مستر جلال حسنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.